المدرج الذهبي، المدرج رقم واحد من حيث الأكثرية الحضورية في الملاعب كما تقول الأرقام، اللاعب الأول في كتيبة النمور. أحدثكم عن جماهير نادي الاتحاد، سلام عليكم وعلى حبكم الصادقة. أنا أتمنى يا بوجود يعني الاتحاد كما يعاقب كذا، أتمنى أنه يكافأ أيضا جمهور الاتحاد. والله أنا ماشي في الطريق كذا لوحدي قبل شوية، وأنا ماشي في الطريق قاعد أقول لوحدي كذا، أنا ماشي في السيارة يعني، لقيت نفسي أقول كذا لوحدي من جد يا أخي والله العقل الباطن والله من جد يا أخي مش طبيعيين والله. الجمهور الاتحادي مش طبيعي، لما تشوف لما الفريق يغرد، لما الفريق يوصل فوق، اتذكر معي زمان ترى يطلعوا اشياء مش طبيعيه. هذه كذا اتحدى انه اطفالنا كلهم احنا كذا لوحدنا كذا نقعد اتجننا خلاص. وطبعا حسابات الانديه الاوروبيه امس شفناها كيف، وبرشلونه امس متعنا كذا كمان يمشي كذا يعني. انا اتمنى والله يكون في مكافآت للاشياء هذه، جمهور الاتحاد على كذا هذه والله كما يعاقب هنا الان على بيانات وما الى ذلك، يستحق ان يكافئ على هذه الكلمه الحلوه يا اخي، بثت فرح فينا وما فيها اساءه وما فيها شيء، والله الرشاد تفرح العاده. شكرا جزيلا اول شيء للكابتن الخلوق والنبيل والرائع حاتم خيمي على كل حديثه، والتحية للزملاء جميعا في برنامج كورة، والتحية الأوفى والأصدق والأكمل دائما لمدرج ولجماهير نادي الاتحاد. وكما قلت في المقدمة أكرر إن هذا المدرج هو اللاعب الأول في كتيبة النمور. اللي يلاحظ اليوم اللي جالس يعمل المدرج الاتحادي من بث لروح الحماس والتحفيز والتشجيع العالية جدا، يلمس الأثر الكبير اللي يحدثه جمهور الاتحاد في الملعب. وعلى فكرة الأهزوجة هذه اللي تكلم عنها الكابتن حاتم خيمي اليوم وانتشارها الكبير جدا، ترى ليست المرة الأولى، من زمان وأهازيج الاتحاد وأغنياته وما يتغنى به المدرج الاتحادي ينتقل إلى كل مكان على مستوى المملكة وعلى مستوى الخليج والعالم العربي. دكتور طبعا أنت ما تحب كلمة شهادتك مجروحة، بس هي فعلا مجروحة، لأنه أنت مو بس تتكلم عن الاتحاد بمحبة، بانحياز وتعصب. شوف لا مو تعصب، خلينا نقول ولاء زايد، جماهير الاتحاد تبين الاتحاد حبيبه. طيب لا بس التعصب، شوف التعصب انك تحب حبيبتك هذا ليس تعصب، انك تعصب للاتحاد فقط. نعم شوف اول شيء خليني اكد على الكلام اللي قلته، والحقيقه انا اعتبر هذا ليس منتجا سعودي اتحاديا، منتجا وطنيا، لانه يعني انديه ليفربول وتشيلسي وكذا بداوا يستعينون فيه. انت تو ذكرت عباره وكل كلامك دورر، قلت انه الاتحاد عنده لزمات. زمان اتذكر عام 1401 اول مره اروح المدرج الاتحاد قبل 42 سنه، كنا كلنا نقول بص شوف الات بيعمل ايه، اغانينا كانت مصريه. حتى جاء مدرج الاتحاد عن طريق الله يقوم بالعافيه ابو هلال ومن بعده ابو سراج وصالح القرني، بداوا نقول اتي وصل عسل عسل والاتي وصل وحبيبكم مين، حبيبكم مين داخل داخل الملعب، مدري الاغاني هذه. هنا صارت نقلة الحقيقة، حتى النصر حتى الهلال بدأوا يطلعون أغاني، متصدر لا تكلمني هاشتاج صار ترند على مستوى العالم. أنا أبغى اللزمات دي تنتشر. دقيقة دكتور، شوف المنظر بالله. يا سلام. نعم يا أخي رجع لنا يا فيصل. إيه لا نبغى اللقطة الأولى حق التيفو. أيوة شفت طال عمرك. ها بس خلاص، فأنت لما تقول كذا يعني أطفال صاروا يغنون. أنا اللي عجبني في الشعار ذا أول شيء أنه خفيف على اللسان، ثانيا وهو المهم عندي ليس في إساءة أحد. يعني زمان لما نقول العالمية صعبة قوية فيها إهانة للناس، لما تقول مثلا زمان وأنا صغير أذكر مكتوب في بعض شوارع بريدة الرايد بطل التعاون مهور، يعني أنت عشان تمدح الرايد لازم تسب التعاون أو العكس. أنا أحب الكلمات الجميلة التي تجعلك تتغزل بحبيبتك دون الإساءة لحبيبات الأخريات. هنا أول شيء أشكرنا حبيبنا محمد البكيري، لأنه أنا أخذت القصة حقت كذا من مقابلته مع الحبيب والصديق صالح القرني، قال إن هذه اللزمة انطلقت مباراة التعاون حقت كأس الملك اللي فاز فيها الاتحاد، مباراة الشباب دعمت، بعدين قال هناك أعمال جديدة غير كذا بعد العيد بعد عيد الفطر حتنطلق.
الحسابات الرسمية لبعض الأندية قامت، وحلوة أنها نغمة لا تسيل أحد ولا أيضا. وأنا طالب زي ما طالب الكابتن القدير حاتم خيمه أنه زي ما أننا نعاقب الاتحاد أو أي نادي إذا أخطأ، إذا أضاف منتج وطني أدخل السرور على نفسي. يعني أنا متأكد أنك أنت في البيت كذا كذا يمشي كذا كذا تقول ولا لا؟ لا شوف، أنا أحب الاتحاد وجماهير الاتحاد، بس اللزمة هذه ما دخلت مزاجي. ما دخلت مزاجي، بالعكس يعني ما وصلتني بهذه الطريقة الهوسية اللي موجودة اليوم. لكن حقيقة الشيء المبهر اللي لابد أنه أي أحد يعترف فيه إيش ما كانت ميوله، أن اللي يعمله مدرج الاتحاد اليوم في الحضور الجماهيري في الكرة السعودية شيء فارق جدا بكل معنى الكلمة. وليس لحد. يعني إحنا نتكلم عن المباراة الأخيرة اللي كانت مع الحزم، في أقل من 24 ساعة 52 ألف تذكرة نفدت، 52 ألف. وقيس الاتحاد بدون حضور جماهيري والاتحاد بحضور جماهيري، ما أتكلم عن هذه السنة، عن السنوات الماضية. نعم. في فترة كورونا وغيرها، تأثير حضور الجماهير الاتحادي على اللاعبين تأثير زلزالي. وهذا الصح، زلزالي الصح. كامل. وعلى فكرة أبو سفيان، يمكن بحكم بعض الصداقات اللي تجمعنا مع بعض اللاعبين، مع بعض الأشخاص اللي في الوسط الرياضي، تكلم مع بعض الأندية اللي تلعب ضد الاتحاد على ملعب الاتحاد وعند جماهيره، ويحدثونك عن رهبة وهيبة جماهير الاتحاد وأهزيجها داخل الملعب كيف تؤثر على الأطراف الأخرى. هذا شأن، هذه حقيقة لابد أن كل يقولها. بس إذا تسمح لي كمان في نقطة مهمة لازم نقولها للناس، أنه اليوم لما إحنا نتكلم على المدرج الاتحادي أو على جماهير الاتحاد، لأنه بالأرقام اليوم في الحضور في الملاعب هم الأكثرية، وإلا هذا الكلام لا يعني أي استنقاص من أي جماهير أخرى. الكل شاف عظمة وقوة جماهير الهلال وحضورها الكبير، ويمكن نهائي آسيا الأخير كان الحضور الجماهير الهلالي علامة فارقة، وحتى الانتصارات الهلالية الأخيرة الكل شاف الجمهور النصراوي وطريقة دعمه حتى في أزمات النصر وهم حاضرين وأوفياء. الكل شاف المدرج الأهلاوي حتى في الأوقات اللي الأهلي فيها يؤدي بطريقة غير جيدة داخل الملعب، ومع ذلك قمة الوفاء موجود. فالحديث سواء في أهلا بالعرفج ولا في برامج أخرى عن المدرج الاتحادي، لأن اليوم جالس يصنع حالة فارقة في كثرة وكثافة الحضور الجماهيري. ويمكن أكبر دليل على ذلك أنه في شهادة أو في النشرة للكفاءة المالية الأخيرة للأندية، كان الدخل الجماهيري للاتحاد هو الأعلى بثمانية مليون ريال. وأيضا أنا أعتبر كل مدرجات الأندية هي بروفات وتدريبات لمساندة المنتخب، لذلك أنا أعتقد أن مباراة المنتخب غالبا تكون في جدة، لأن الجمهور قد يكون متحمس أكثر ومتفاعل أكثر. أنا أتذكر أنه شاعر شاف الجمهور قال هذا هو الجمهور، لا قلت جمهور سلم على جدة وجمهور جدة. طيب يمشي كيف؟ يمشي كيف كذا كذا. طيب نروح إلى فاصل، وبعد هذا الفاصل نلقاكم في المثل يقول وحكاية أبو سفيان وذات وطاقة، خلكم قريب.